إن سوريا تنتهك مسار السلام وقد خاض فيه رغم الاستفزازات الإسرائيلية بشكل غير مباشر بمفاوضات تمت في تركيا، لكن فيما يبدو من زيارة الرئيس كارتر السابق الأخيرة لسوريا وإعلانه أن الحل للأسف الشديد بيد الولايات المتحدة لإحلال السلام بين إسرائيل وسوريا، وهذا ما كانت تطالب به سوريا. ننتظر ماذا سوف يتبلور عنه الوضع في المرحلة المقبلة، وخاصة مع الرئيس الجديد أوباما الذي سوف يمسك بزمام الأمور، وسوف نرى كيف يتعامل مع قضايا الشرق الأوسط.